من جانبه أوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري أن هناك عدة مواضيع استجدت على قطاع الكهرباء والمياه وتحتاج إلى استثمارات كبيرة. هذه السنة كما ذكرت هناك عدة مواضيع جديدة استجدت على القطاع وتحتاج لاستثمارات كبيرة. واحد منها اللي هو بناء أو استخدام العدادات والشبكات الذكية. هذا الصناعة جديدة. الاستثمارات المطلوبة لها في حدود 12 مليار تكاليفها، لكن مردودها على صناعة الكهرباء كثيرة. احنا عندنا الآن حوالي 8 مليون عداد موجودة تحتاج لاستبدال، وبنضيف تقريبا نص مليون عداد سنويا. فلو وزعناها هذه على 10 سنوات معناته كل سنة نحتاج إلى تقريبا مليون عداد. الجانب الثاني هو التبريد المناطقي، الهيئة كلفت بتنظيمه، وهذا سوف يصير أيضا إضافة كبيرة لعملية الترشيد وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، لأنه حسب دراساتنا تقريبا 50% من الكهرباء المستهلكة تستهلك في التكييف.